هموم الناس ومشاكلها دي اهم الافكار اللي بيتكلم عنها اغاني فرقة تروماي باند. تروماي باند فرقة بتحب مصر قوي، وحسب مشاكل الناس البسطاء وحسب يعني بكل الاحداث اللي بنمر بيها في مصر. تروماي باند موجودين على الساحة الغنائية من فترة، هنتكلم معاهم وهنعرف هم موجودين على الساحة الغنائية من امتى وليه سموا الفرقة تروماي باند، وحاجات كتير قوي هنعرفها معاهم بس بعد ما نتعرف عليهم. صباح الخير ونهاركم سعيد. صباح الخير. معانا اسلام شريف ومعانا اسلام طارق، معانا هايدي، معانا يوسف ابراهيم، معانا محمد طارق. ازيكم؟ في البداية عايزين هنعرف مع بعض الفرقة يعني اتكونت ازاي وليه سميتوها تراي باند تروماي باند؟ ايوه. وايه نوع الفن اللي بتقدموه؟ هو مبدئيا احنا جمعنا ازاي؟ احنا كلنا مع موسيقى عربية، يعني اغلبيتنا كلنا مع موسيقى عربية، والفرقة مش كده بس، الباند فيه ناس تانية معانا بس عشان العدد كبير فما جبناش ناس عددكم النهاردة. كام تقريبا؟ عددكم كام؟ لا هو كتير، هو فيه 7 اساسيين بس فيه كمانجات يعني ممكن نوصل 15، بس احنا الاساس 7. تمام. ده بالنسبة لتكوين الباند. اسم الباند اسلام بقى يقدر ليه سميتوها يكلم. تروماي باند؟ تروماي باند يعني بيحكي كل حاجة، يعني تروماي ده بينقل كل الناس، يبقى فيه مثلا الموظف، يبقى فيه راجل غلبان، يبقى فيه راجل مثلا محامي، في كل في كل أنواع الناس، تكلموا على كل فئات الشعب كل الناس. المصري. طيب سمعونا حاجة طيب عشان اوكي نعرف طريقة طبيعة أغانيكم. طيب فين هي معرفاش، ترماي مليان ناس رايحة فين هي معرفاش، اليوم بيوم وعايشة واللون الحلم مش شايفة، اليوم بيوم وعايشة واليوم الحلم مش شايفة، حياتهم يا عيني لونها غامق واللحمة بيقولوا لها باي باي. ترمان مليان ناس رايحة فين هي معرفاش، ترمان مليان ناس رايحة فين هي معرفاش، طول ما انت عايش في وسطيهم هتقابل أشكال ولون لكل واحد قصة وحكاية في العاقل وفي المجنون، طول ما انت عايش في وسطيهم هتقابل أشكال ولون لكل واحد قصة وحكاية في العاشق وفي المجنون. ترمان مليان ناس رايحة فين طيب عايزين دلوقتي نعرف ازاي بدأتوا تكوين الفرقة ومن امتى؟ من حوالي 3 سنين. 3 سنين بقالكم فترة؟ من اول ما دخلنا المعهد اتعرفنا على بعض. انتوا في سنة كام؟ انتوا كلكم في سنة واحدة؟ لا متفوتين. لا متفوتين. بس لسه في لسه بتدرسوا. بس يعني قابلت اصلا مصطفى اللي هو شاعر وملحن البند، واتجمعنا والجماعة دي يوسف واسلام، بس بدأنا الفكرة طبعا التنفيذ بقى اكتر من 3 شهور، لان المزيكا تاخد وقت مننا والكلام واللحن، عايزين نعمل حاجة مختلفة شوية يعني عن اللي موجود. طب وايه الصعوبات اللي لقيتوها في بداية تكوين الفرقة؟ لا الصعوبات اللي احنا فعلا ما كناش يعني مش لاقيين
الناس اللي هي ممكن تفهمنا احنا يعني العازفين، هل المزيكا بتاعتنا هتوصل للناس اللي احنا عايزينه ولا مش هتوصل؟ بداتوا كنت موجودين في خلال الثوره، وكنت شفنا فرق كتير كانت موجوده في الثوره وكانت بتغني اغاني للثوره. يعني عايز اعرف بدايتكم في الثوره وغنيتوا ايه وعملتوا ايه الاغاني اللي كانت مناسبه للفتره دي. احنا عملنا كذا تراك للثوره، يعني في سجل تاريخ وفي قلبي عندك، دي يعني اغنيه كده في بعض الناس يعني بتسمعها في الاول تحس ان هي حب، بس هي في حب مصر طبعا. بس في كذا حاجه. بس كنتوا بتغنوا اغاني مختلفه قبل الثوره، يعني انتوا غيرتوا مساركم بعد ما الثوره بدات؟ لا احنا زي ما احنا انتوا كل يعني كل كلامكم ان هو لمناقشه قضايا الناس. تمام. بس لما يعني ما الثوره جت بداتوا بقى تتكلموا عن احداث الثوره. ممكن يكون في حالات احنا عملناها فكرنا نعملها تبقى مناسبه للاحداث اللي احنا فيها. بس احنا ما بدانا من الاول ان احنا كنا واخدين لاين كده ان احنا نبقى زي ما بتقولي يعني نغني للناس، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل برضو تراكات لمصر، او بالاصح يعني ان احنا نعمل حاجه تناسب الاحداث اللي احنا فيها. تمام. طيب سمعونا حاجه للثوره. ايه احنا محضرينه ايه؟ لا احلى ما تكون. احلى ما تكون. مش محضرين. طيب يعني غنوا لمحضرينه. دوش أحلى بنات الكون، لا ملامح بتشبه نجمة كبيرة ولا لون شعري لون مجنون. يمكن لما عيوننا تقابلوا ما شفتش اللي يشدك ليا، جايز هم عيونه يعدوا ما يكفوش تسهر ليالي. لكن لو تسمح لي تعيش أحلام وياي، وعدت دوب حب وحنية. أنا مش أحلى بنات الكون، ملامحي بتشبه نجمة كبيرة ولا لون شعري لون مجنون. يا حقك عشق أحلى بنات الكون تستهلك، بس أنا عندي في قلبي حاجات ممكن بيها ألون عمرك، ضحك وفرح وجد وحب. وعدي تعيش أحلام وياي، أنا مش أحلى بنات الكون. عايزه اسيبكم تغنوا بصراحه. الاغاني بجد حلوه قوي. طيب ايه الرساله اللي بتحبوا تقدموها من خلال الاغاني بتاعتكم اللي بتغنوها؟ احنا عامه لما فكرنا احنا نغني لكل الناس، لاي حد يعني، ما عدناش حاجه معينه، لان احنا مش بنواكب الحدث او حدث معين. اي نعم احنا شغالين معاه، بس يعني الافضل بالنسبه لنا او اللي بنحسه ان احنا لازم نغني بجد اللي حاسينه الناس، مش عشان موقف حصل لازم نمشي معاه. لا احنا في اغنيه عاملينها يعني اسمها يا ناس فوق، من قيمه اسبوعين مثلا قلناها كده حضرناها يعني. فاحنا يعني بجد قلنا للناس ان بجد لازم تفوق، لازم نبص لمصر بشكل تاني خالص. لازم يعني كل واحد فينا بجد يعمل اللي في ايديه، وان هو مصر لازم تعلى. نسيبنا بقى من اي حاجه بتحصل، يعني مش عاجب يعني الاحداث اللي حاصله يعني وحاله زي ما نقول الفوضى اللي حصلت بعد الثوره دي مش عاجباكم، بتحاولوا ان انتوا تقدموا اغاني تغيروا. طبعا ده اهم حاجه، لان مصر دي يعني لازم بجد لان احنا كلنا بنحبها، ولازم نخاف عليها، لازم نعليها. مش احنا كده يعني بجد لازم نهتم بيها اكتر، لازم نحبها اكيد طبعا. طيب ايه اهم الحفلات اللي قدمتوها في خلال الفتره اللي فاتت؟ حفلات احنا المفروض ان احنا يعني بعد الثوره احنا كنا مش مريحين شويه، كنا قاعدين بس شويه لحد ما نشوف
الدنيا بتترسم ازاي. بس احنا المفروض ان احنا عملنا حاجات في الساية بس لسه كانت اشار لسه المفروض الايام الجايه دي احنا بنفكر ان احنا بقى ننزل. لكن ما اشتركتوش في احتفالات الثوره وغنيتوا في الناس؟ لا ما عملناش كده الصراحه لسبب واحد، لان احنا كنا بنحضر حاجات فالحاجات دي خدت منا وقت، لان احنا مش عايزينها تبقى زيها زي اي حاجه اتعملت، او عايزين يبقى لنا لون بتاعنا احنا. فيمكن شويه ده اخرنا. طيب بس اوكي مجهزين ايه تاني نسمعه؟ فيلم سيما. اوكي فيلم سيما. طبعا كان اجمل ختام ليومنا النهارده وجودكم معانا، شرفتونا في نهارك سعيد. كان معانا اسلام الشريف، اسلام طارق، هايدي، يوسف ابراهيم، ومحمد طارق. نهاركم سعيد. مشاهدينا وبكده يكون خلص يومنا النهارده معاكم في نهارك سعيد. بكره فريق اعمال جديد ويوم جديد ونهاركم سعيد.